مشاهدي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم، سعيدة لاستقبالكم طبعا دائما مع بلاتو بوسكافي من فندق أدف، ونزف لكم أجمل التحايا. وهذا العدد عدد خاص بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يستمر وتستمر كذلك إنجازات المرأة في كل المجالات. نرحب بكم ونرحب بكل ضيفاتي اللواتي سيلتحقنا من خلال دائما برنامج بوز كافي. نرحب بالسيدة الفنانة التشكيلية السيدة شنين زازا التي سوف تلتحق بي في وسط ديكور جميل ليس كالعادة، أكيد فيه ألوان وروح جميلة. أهلا وسهلا بالسيدة شنين زازا فنانة تشكيلية، تفضلي. مرحبا بك سيدتي. مرحبا بك فايزة. أهلا، أقول لك كل سنة وانت بخير. يسلمك وانت بخير. لأنه اليوم هي طبعا العالمي للمرأة، المرأة التي استطاعت أن تحقق نفسها بنفسها، واستطاعت أن تحقق يعني إنجازات كبيرة في كل المجالات. نبدأ بأنك فنانة تشكيلية، وقلت لي أنك عصامية التكوين، يعني ما دخلتيش مدرسة تاع الفنون التشكيلية. تفضلي. أنا فنانة تشكيلية عصامية، لم أمارس الفن في مدرسة تشكيلية. اكتشفت هذه الموهبة في سن شوية متأخر بعد الأربعينات. هذه هي، ومن كما قلت شيء جميل جدا. نعم، نحن نتكلم على المرأة ونتكلم على يعني بما أننا احتفلنا باليوم العالمي للمرأة وهو مستمر هذا كاع شهر مارس، يعني احنا نشوفوا يعني اللوحة هذه هي مرأة. هي مرأة في هذه اللوحة وهذه الألوان المستعملة، كيف تأخذ أو يعني نقولوا تستوحي الألوان تاعها السيدة زازا شنين؟ طبعا وشو اللي يخليك يعني ربما كي تشوفي اللون يجعلك من خلاله أنك تصممي لوحة جميلة كهذه؟ لا، هي قضية الألوان هي لمسة عند الفنان. طبعا الفنان معروف أمرين، نعم، عنده مهمتين في الحياة، عنده يخلي اللمسة تاعه وعنده يخلي يوجه رسالة. نعم، يعني في المهمتين، مهمة فنية ومهمة إنسانية. نعم، الفنان عندها، كل فنان عندها الألوان تاعه الخاصة. خاصة به، نعم، كل فنان عندها الألوان تاعه الخاصة. يعني لو كان نقول من هو، ما هو أقرب لون لقلب الفنانة التشكيلية شنين زازا؟ واش تقول لي؟ تعرفي كل الألوان يعجبك، ولكن اللون اللي يكون ربما تحسي براحة فيه. الأوكخ سي هذاك اللون بين البرتقالي والأحمر، مزيج. نعم، الأوكخ. نعم، الأوكخ يعني الاسم الفني تاعه، أعتذر، سي أوكخ. نعم، بالعربية شيء ليس من هذا اللون، مش هكا. الأوكخ تلقيه غالب في اللوحات تاعي، يعني نعم. اللي ميغاله هنا في فايين لو كيلو أورانج. نعم، نعم، يعطي حيوية للوحة. للوحة، يعطيها فيفونت. نعم، يعطيها حيوية وإرياح، إرياحية ربما أكثر للعين، لكل زائر ربما أو كل من يعشق الألوان، ربما تعطي إرياحية أكثر. إيه، للنفسية تاع النفسية تاع الإنسان ترتاح. نعم، وكي تشوفي أوك تشوفي حيوية. نعم، في اللوحة يعني. نعم، تشوفيها فيفونت. نعم، طيب لو كنا نتكلم على السيدة شنين زازا، يعني اللوحات اللي قدمتيهم يعني خديتيهم يعني بما أنك عصامية التكوين، يعني وش هو المكان اللي تحس روحها فيه زازا مليح وتقدر تنجز أجمل اللوحات؟ البحر. البحر، مهد الحياة. مهد الحياة، البحر ربما دلوقتي. نعم، البحر تصيب الشاعر، تصيب الممثل، تصيب المخرج، تصيب مثلا الفنان التشكيلي، الكاتب الروائي دائما يلتجئ للبحر. ربما أنا والله أعلم، لأنه البحر ربما يعطيك طاقة إيجابية، تعطي راحة نفسية. نعم، راحة من خلال ذلك ربما تعطيك هذيك الإلهام لأنك تنجزي لوحة، اللوحة اللي تكون يعني في داخلك أنت، تسكنك الداخل، ربما مأساة، يعني لوحة حزينة أو لوحة فرحة أو نعم. البحر طبعا حسب المواضيع اللي يعني البحر يحتضن كل الطبقات. نعم، كان فنان أو غير فنان. نعم، نعم. سي كيما يقول لك بالفرنسي سي لو بيرسو دو لا في. نعم، هو مهد الحياه. ربما الفنانين اكثر انسبير اكثر من البحر. ايه طبعا، انسبير من اكثر من البحر، كيما تقولي يلقوا الراحه النفسيه. نعم،
يلقوا السكون. نعم. ما كاش ضجيج الفنان. نعم. يحتاج للسكون. نعم. الفنان بروحه انسان يميل للوحده، يميل. نعم. للسكون، يميل معروف. نعم. الفنان. كما نقولوا احنا تعراسه. نعم. دونك البحر هو اللي يعطي هذاك الجو. نعم. باش يخدم بعيد على الدرجة. هل سيدة شنين تزا شاركت في معارض ربما داخل أو خارج الوطن، ربما معارض وطنية، معارض دولية، معارض يعني محلية مثلا؟ شوفي، بما أن المرحلة كانت شوية قلت لك بعد الأربعينات اكتشفت هذا الأمر، درت المعارض. نعم. درت وطنيا. نعم. درت معرض بمستغاليم بمديرية الثقافة بمستغاليم، درت ثلاث مراعيد في وهران هنايا. نعم. درت مع ثلاثة تاع معارض في وهران، درت مع مديرية الثقافة، درت مع لا ريجي تاع بلدية وهران. نعم. ودرت معرض مع مديرية الصناعات التقليدية. نعم. والحرف. والحرف. وش هما المواضيع اللي تطرق لهم السيدة شنين زازا من خلال الرسوم يعني اللوحات التشكيلية؟ شو هو المواضيع مثلا اللي أنا عندي موضوعين يعني تشوفيهم غالبين على اللمسة. نعم. تاعي، تشوفي الموضوع المرأة، شوفي. نعم. المرأة بزاف، لا بريزونس دو لا فام في ليطوال. نعم. حضور للمرأة. حضور للمرأة. نعم. ولو ما تشوفيهاش هكا. نعم. أنا عندي دي طوال ابستري فيهم. نعم. تعبير تلقيها يعني بشكل صغير هكا. نعم. توجور لا بريزونس دو لا فام. وتلقي لا بريزونس دو لو، جو دي با لا مير. نعم. الماء. ما. وخلقنا من كل شيء، من خلق من الماء كل شيء كل حي. شيء حي. نعم. بون، عندي أنايا النظرة تاعي كي نخدم توجور عندي الماء. هو كما نقولوا مصدر الحياه، سي لا سورس دو لا في. لا فام سي لو سيكري دو لا في. نعم. طيب لو شفنا يعني هنا اللوحه هذيك واش هي تمثل؟ واش حبيت هذيك اللوحه راكي تشوفي فيها واش تمثل؟ واش هذه؟ سي تان ابستري برينتانيا. نعم. هذه راني غير كي درتها مع دخول الربيع. نعم. سي تان، خاطرش انا ما نخدمش بزاف الواقعي. نعم. ما نخدمش الريال يعني. جو بورت با. نعم. ما نقبلكش هذه ونرسم على. نعم. نخدم ليماجينير لابستري. نعم. هذه سي تان ابستري برينتانيان. الربيع. voilà. حلول الربيع. voilà. مثلا. très bien. نعم. vous voyez là quand vous avez l'impression de voir شغل شلال تاع الماء. لا فوالا يعني راني انا ما تصورش ما تشوفيهمش ديريكت. نعم. ماشي ماشي مباشره، حتى تتعمق في اللوحه باش تعرفي واش. ايوا سا اون ابل سا لابستري. نعم. ما نخدم بزاف لابستري. quand vous voyez là le bateau. نعم. هذا سي رسم روستيك يعني تاع 1800 1700. قديم يعني. قديم. نعم. نشوف ربما الضباب. لا ماشي الضباب هذاك يعني. فلا. يغموا الضباب، يلفوا يعني الجانب الاخير ملفوف بالضباب. فوالا ابان يعني تشوفي لو باتو. نعم. ما تشوفيش نشوف المنشوف يعني. نعم. ما نشوفش مخطط. ما تشوفيش مخطط. نعم. تشوفيه بال. نعم. هذه مام هذه سي تون ابستريت. مام هذه ماهيش ريال، ماهيش. نعم. واقعيه. يعني كيفاش راكي تشوفي مثلا الفنان التشكيلي الان؟ يعني هل هو يعني فعلا يعني احنا نشوفوا مثلا المجتمع تاعنا ربما مازال ما عطاوش حقه الفنان التشكيلي، يعني كيفاش راكي تشوف؟ شوفي هل ستكمل رغم ان الصعاب، لان المراه صعب ماشي مش سهل، ولكن احنا نقولوا تحقق الانجازات تاعها، المراه كي تبغي حاجه توصلها. يعني يعني كي تشوفي انك ربما وصلتي لاشياء كثيره، يعني قدرتي توصلي من خلال هذه الرسومات الفنان هذا يعني رسومات تشكيليه من خلال اختي الكريمه؟ الفن عمرها ما كان مهنه، هذه اولا. نعم. هذه اللي كنعرفوها كامل. نعم. اكيد. نعم. ما كانش مهنه، لكن الالتفاته، الاحتضان شيء اخر. ما نش نتكلم على شيء المادي، نتكلم على الشيء يعني الشيء المعنوي. هل راهي تشوف اللي كاين فنان تشكيلي؟ احنا نشوفوا بعض الفنانين مساكين راحوا في صمت يعني، ونقدر نقول بالكلمه الدارجه نغبنوا. حنا نشوفوا يعني لانها ماشي من خلال هذا موردي باش تكون يعني غنيه، ولكن هل كاين التفاتات وكاين دعم على الاقل معنوي؟ راني فهماتك. وهذا الشيء اللي راكي تهضري منه راني نعاني منه، وعلى بالي هذا اللي حابه نوصل فيه. نظره المجتمع للفنان. نعم. حنايا بقينا نشوفوا دروك ان يوتيوبر ولا مانيش عارف واحد يجيب لك سخافات. نعم. مع احترامي للبعض. نعم. في اليوتيوب ولا عندها اكثر يطلع ربما لي فيو يطلع. نعم. يطلع لي فيو اكثر كيسموه اهتمام من طرف المجتمع على فنان. أكش. يعني تشكيلي ولا هذه. نعم. بون هذه تبقى هنايا ثقافات. نعم. فهمتيني؟ الثقافات نغرسها في أطفالنا. في أطفال. نغرس اللون الجميل، نعرف كيفاش نربي ولدي أو بنتي على حفاظ مثلا وردة ما نقطفهاش. واحد. يعني هذه هم يعني الثقافة من البيت. من البيت ليس طبعاً. من الخارج. من البيت. من البيت. نعم. طبعا الثقافة شوفي
الثقافة هي بمثابة أنا أعتبر شيئين في الحياة. نعم. هناك الأخلاق وهناك الثقافة. نعم. الأخلاق سي قانون الحياة، هي نعم. قانون الحياة الأخلاق. نعم. ثقافة سي لحن الحياة، سي لو ريتم دو لاف. نعم. نعم. فهمتي؟ بدون نعم. ثقافة تخيل حاجة ما فيهاش لحن. نعم. مكانش. 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 خرير المياه. حتى الماء ما يعطيك يعني موسيقى، كل شيء موسيقى. كل شيء. شكرا سيدة شنين زازلة، واش تقدري تقولي لنا وحنا يعني احتفلنا يعني بهذا، قلت مارس هو تكملة اليوم عدد خاص لبلاطو بوز كافيه لتامين مارس، واش تقولي يعني وش هي أمنياتك؟ أمنياتي أولا قبل كل شيء بما كل بما أن قلتي بلي هذه امتداد لثمانية مارس، نحيي جميع النساء الجزائريات الفحلات، نحيي جميع نساء العالم، ونحيي بالأخص الفنانات في جميع المجالات، فنانات تشكيليات في التمثيل في كل شيء. أمنيتي أنا ما نكذبش عليك، ما أنا هذا الشيء ندير فيه باغامور، حب، ندير فيه حب، هذه أولا سي ما تيرابي، دوزيامون يعني اللجوء إلى روحي. إنسان عنده أي مجال يلجأ فيه لنفسه، أنا هذا هو المجال اللي يلجأ فيه لنفسي، يعني ما عنديش حاجة ولا مخطط ولا هذيك ولا هذيك. هذه ثانيا كما قلت لك الفنان عنده زوج صوالح، عنده البصمة وعنده الرسالة. نعم. تبغي تخلي البصمة تاعك وتبغي تخلي الرسالة تاعك، كما مثلا كي نجي مثلا ونقول لك أنا كفنانة حافظوا على البلاد، حافظوا على الجزائر، هنا ليس بتملق لحاجة يعقوب ولا تسييس للفن، هنا رسالة من واجبي أنا كفنانة موجهة للمجتمع ولأبناء المجتمع. نعم. شكرا على هذه الرسالة، على أن نغرس في أبنائنا حب الوطن من خلال طبعا الفنان، لأنه هو الفنان هو الواجهة لأي مجتمع. شكرا لك يا سيدة شنين زازا، ورح نستقبلك ربما في أعداد أخرى إن شاء الله. نتمنى كل النجاح والتألق من خلال هذه الألوان المريحة للعين المريحة للنفس. شكرا جزيلا مشاهدي الأعزاء، بعد هذا الفاصل نعود إليكم من فندق أدف كذلك نستضيف ضيفات أخريات على قناة الباهية، انتظروا ضيفاتي الأخريات. تلتحق بي الضيفة السيدة بن عيسى صالحة رئيسة جمعية اليقين، أهلا وسهلا بك ومرحبا بك. أهلا بك أخت فايزة وشكرا على الاستضافة. العفو. طبعا جمعية اليقين اللي تمثلها السيدة صالحة من بين نقول النساء اللي برهننا واستطعنا أن احنا نقول خاصة بجانب المرضى، يعني كل مرة متواجدة في مكان، كل مرة يعني تروح تسارع باش أجل ربما تجيب لهم الأدوية اللي خاصتهم، يعني مهمة ليست بسهلة. تفضلي سيدة. الحمد لله رانا نقوم بهذا النشاط اللي إنساني. نعم. باش نقدم المساعدات للمرضى المعوزين. نعم. وخاصة النساء المصابات بمرض السرطان. نعم. عفنا الله وإياكم. يعني السيدة صالحة بن عيسى قامت بحفل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على شرف المريضات بالسرطان، عفنا الله وإياكم. كيفاش كان جاتك الفكرة وكيفاش يعني استقبلتي من طرف يعني جاتني هذه الفكره؟ مادام كانت هذه سنتين مع جائحه كورونا الناس كانت كامل مكتئبه. نعم. بغينا نحلوا خاصه المرضى. نعم. بغينا نحلوا العبء على هذا المريضات. قلنا خممنا باش ننظموا هذا الحفل. نعم. في فندق هدف ونشكر. نعم. على المساعدات وعلى فتح الابواب. نعم. كانت فكره لصالح النساء المصابات بالسرطان. نعم. نعم. طيب احنا نقولوا كم من سنة السيدة بن عيسى صالحة بجمعية اليقين؟ يعني شحال من سنة؟ أسسنا هذه الجمعية في 2015، عندها 7 سنوات. نعم. ولكن العمل الخيري كان منذ الصغر. قبل. نعم. منذ الصغر فعلنا احنا في العائلة، شفت الوالدة الجدة. نعم. العائلة كلها نساهموا في هذا العمل الخيري.
هل تجد ربما صعوبات ربما من أجل مساعدة الآخر مثلا، أو خاصة في أنك توفري له الأدوية، تشوفي مثلا يجيبوا لك يعني الوصفات الطبية، أحيانا ما يكونش الدواء يعني موجود، يعني كيفاش يتم العمل يعني تاع صالحة؟ تاع حاجة ماهي سهلة، مي نوقف توجو دائما، نوقف ونحاول ونتصل بالأصدقاء، نتصل بالناس اللي تعرفت بيهم، كاينين نلقاهم هكا يقولوا لي عندك معناتها عندكم هذه الجمعيه، تعالوا الرقم، تحتاجوا اي حاجه اتصلوا بينا. نعم، نكونوا دائما في الاتصال مع الناس اللي تساعدنا. يعني المكان تاعكم في حي صباح، هذه حي صباح، يعني دايرينه انت مثلا اللي يجي واحد عندك يحبس على دواء، فانت تاخذي منه، لازم يكون عنده وصفه طبيه. وصفه طبيه، نعم نعم، وتجيبوا لان هذا في المقر الجمعيه عندنا دايرين صيدلية. نعم، صيدلية للناس اللي ما عندهمش لا كارت شيفا، دونك يجيبوا الوصفة وحنا نقدموا لهم الأدوية. نعم، باش ما تكونش عندنا مشاكل وما نكونوش ما نطيحوش في. نعم طبعا، احنا نقولوا 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، والمرأة التي أعطت كثير، يعني مش بالسهل أنها استطاعت أن تثبت يعني أنني أنا موجودة. فاش تقولي يعني صالحة أنت كمرأة وفي هذا الميدان، يعني خاصة الجمعوي وخاصة الجانب الإنساني أكثر؟ نقول بمناسبة هذا اليوم العالمي لعيد المرأة، نهنئ كل النساء الواقفات، النساء المجاهدات، لأن المرأة اللي تعمل واللي راهي تقوم بهذا العمل الخيري ولا أي عمل، هو نضال، هو نضال، نسموها نضال، نضال، نضال مرير أحيانا، مرير يعني مرير، مش مرير. سهل. نعم، لأن ماشي بالسهل باش تقوم بالدورة تاعها في العمل وفي البيت وفي مع الأولاد، ماشي سهل، يعني مسؤوليات كثيرة كثيرة. نعم، وتحاول تقسم بين المسؤولية بين البيت، وأحيانا بين عندما يتصلوا ربما بيك لازم تكوني موجودة ربما في الصيدلية حتى ربما تقدري تجيبي لهم الأدوية، تتصلي بناس أخرين باش تجيبي الأدوية باش تقدري توفري لهم. يعني كل هذه الحلقة يعني صعيبة وتتطلب جهد وتتطلب الأدوية. هناك السكانير لي غام لي بيت سكان، كاين ناس دي مالاد اللي راهم يروحوا حتى لتيزوزو يديروا لي بيت سكان اللي يدير دي مليون، دونك دي مليون ناس معوزة ما عندهمش هذا المبلغ، توفروا لهم السيدة، نوفروا لهم هذا المبلغ، نساعدوهم مهما كانت، مهما كانت تجمعوا الأموال، تجمعوا المال، كاين أصدقاء المشاركين معنا في معنا في الجمعية، وكاين أصدقاء اللي نتصلوا بهم ليساعدوهم. نعم، الحمد لله يا ربي رانا قائمين قدر اللي نستطيعوا ليه، ما نقولوش رانا كافيينهم، نعم مبلعينهم كل الثغرات، بصح رانا قائمين بالدوار، رانا نساعدوا الحمد لله يا رب. شكرا السيدة. وش أمنيتك سيدة بن عيسى صالحة؟ لأن احنا الحمد لله يعني هذه السنة الحمد لله يعني بدايتها كانت جميلة، أنه يعني راه يعني الوباء قريب يعني يزول كليا، يعني واش تقولي لنا؟ إن شاء الله مازال عندنا مشاريع، إن شاء الله نعم فيه مشاريع في صالح المرضى السرطان إن شاء الله. نعم، رايحين نجهزوها ونقوموا بها إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق والنجاح السيدة بن عيسى صالحة رئيسة جمعية اليقين، يعطيك الصحة وبارك الله فيك. الآن ربما نروح إلى فنون مع زميلتي أنفال، وراح نشوف ونكتشف واش جابت لنا زميلتي أنفال، ونعود نرجعوا دائما مع حصة بوست كافي بفندق أدف. نعود لكم شيء. أهلا بك زميلتي فايزة، وأهلا بكل متابعي قناة البهية بفقرة فنون من برنامج بوست كافي. كما راكم تشوفون أنا متواجدين في المسرح الجهوي لوهران عبد القادر علولة، بحيث قام باستضافة الشاعرة والروائية رابعه جلطي، واللي نظمته جمعية عليا بالتنسيق مع وحي المثقفين. لتفاصيل أكثر تابعونا. We'll be right back.
أولا أنا سعيدة جدا أن أكون ضيفة على المسرح الجهوي بوهران، مسرح عبد القادر علولة، الصديق عبد القادر علولة، ونحن وأيضا ضيفة لجمعية علياء النشيطة جدا. أعتقد أن هذا اللقاء من اللقاءات الأساسية للمثقف مع جمهوره في مدن مختلفة. لقد كنت منذ يومين في مدينة تسمسلت، الآن أنا موجودة بمدينة وهران. أنا سعيدة لأن وهران مدينتي، في تأسيس مكتبة وهي مكتبة ابن محرز الوهراني التي ستؤسس بكتبي أنا وأيضا بمؤلفاتي التي جئت بها معي، ومؤلفات أخرى سأرسلها من العاصمة من جهة أخرى لهذه المكتبة. هذه المكتبة هي للشباب، وأنا دائما أحب أن أكون إلى جانب الشباب كما أبنائي، وأيضا لمساعدتهم في تأصيل جيل جديد مليء بالرغبة في التطور، في التحضر، في القراءة، لأن القراءة هي سعادة العقل، المعرفة هي سعادة العقل، وهذا هو الشعار الذي أنا موجودة هنا تحته، وهو الشعار هو المعرفة سعادة العقل. الجمهور كما ترين غفير، جاء بقوة، وهذه يعني سعادة لكل كاتب. كل كاتب يكون سعيد جدا، وكل فنان أيضا يكون سعيد جدا لما يكون يعني الناس اللي يقراوا له يحبوه ويجيوا وينتظروه ويشوفوه، وأيضا يتكلموا معاه، يتصوروا معاه، ياخذوا مثلا توقيع نتاعه في كتاب. هذا حاجة جميلة جدا طبيعة الحال. يعني هنا كثير يعني قدمت كتبي كثيرا. يعني أول كتاب قدمته في يعني كان في الثمانينات، يعني في الثمانينات، ثم آخر كتاب في منذ قبل الكوفيد في هذه القاعة بالذات. فبالتالي يعني أنا أعتقد بأنه المثقف حينما يلتقي مع الناس، يلتقي مع قراء، ويلتقي مع الشباب خاصة، مع الأجيال الجديدة، هنا يهيئ إلى أفق آخر، أفق جديد، أفق يشع بالأمل، خاصة في هذه الظروف التي الأمل فيها شوية تعبان. بعد 4 أيام سأذهب إلى بغداد، إلى العراق، لتقديم آخر كتاب لي، وهو قلقامش والراقصة، وسيحتفلون به في هذا الملتقى الدولي الكبير، مؤتمر دولي كبير للأدب. مشاهدينا الأعزاء، أرحب بكل من التحق بي اللحظة، ودائما كما قلت بوز كافي عدد خاص لي دائما اليوم العالمي للثامن مارس. ضيفاتي كلهن نساء جميلات، وردات، مناضلات، نستطيع أن نقول نفتخر أو يفتخر كذلك المجتمع بهن. الآن معي وتلتحق بي السيدة بخاري علياء، صحفية ورئيسة قسم الأخبار بجريدة الجمهورية ورئيسة جمعية علياء الخيرية. أهلا وسهلا بك علياء. أهلا فايزة، شكرا على الدعوة الكريمة. سعيدة جدا بتواجدي بينكم، سعيدة بتواجدي عبر قناة الباهية تي في. العفو حبيبتي. السيدة بخاري علياء، كيف كانت الفكرة أنك تنشئي ربما جمعية علياء الخيرية؟ والله فايزة، بما أنني إعلامية في القسم الثقافي، يعني قضيت سنوات في المجال الثقافي، فكرت أني نأسس جمعية. نعم. جمعية تخدم الثقافة، تخدم المجتمع، واخترت أن تكون يعني خيرية حتى تشمل كل المجالات. نعم. يكون فيها إنسانية، ثقافية. نعم. كل يعني تمس كل شرائح المجتمع. أنا كعادتي أحب النشاط، أحب الحيوية، أحب إعادة الاعتبار لأماكن ربما نحن نسيناها من خلال تجربتي في المجال الإعلامي والثقافي خاصة. نعم. فكرت في تأسيس جمعية أنشط من خلالها، أبلور ما تعلمته
عبر سنوات في المجال الإعلامي. هكذا كانت الفكرة، فأسست جمعية عليا اللي تأسست في أكتوبر 2020، والحمد لله لحد الآن يعني قدمنا مجموعة من النشاطات الهامة في المجال الإنساني والثقافي، وهذا يعني شرف كبير لجمعيتي وشرف كبير لأنا شخصيا كإعلامية إني نخدم المجتمع بهذا الطريق. نعم، وكل من يساهم في الجمعية أكيد. كذلك وأنا أكيد. من خلالك أنتي زميلتي الصحفية عليا نحيي كل يعني الصحفيين بجريدة الجمهورية، لأن نشوفهم ناشطين، زهرة بالرياح يعني ليلى زرقيت وكل صحفية يعني حيزية كذلك. نعم. سمحوا لي الأخريات ما تذكرتش أسمائهم، وكذلك الزملاء. نعم. عليا يعني مسار طويل إن صح التعبير في الجمهورية. يعني من خلال يعني أنك تختاري أن يكون ربما الاستقبال أو دعوة للشاعرة الروائية ربيعة جلطي من خلال اللقاء احتضنه المسرح الجهوي عبد القادر علولة واحتضنه المسرح الجهوي عبد القادر علولة بمساهمة جمعية وحي المثقفين. نعم، كيف كانت الفكرة عليا؟ والله فايزة، مبادرة ندوة المثقف والعمل الإنساني هي مبادرة جديدة والأولى من نوعها في الجزائر. فكرت أنه نخلق يعني ندير جسر تواصل بين المثقف والعمل الإنساني. المثقف تعودنا على رؤيته في الجامعات، في المعاهد. نعم. يلقي محاضرات، قلنا لماذا لا يخرج، أو يتصل مباشرة ربما مع المواطن. صحيح. مع كل المواطنين بجميع الشرائح. صحيح. يعني المجتمع تاعنا بجميع الشرائح. صحيح. تفضلي. وكي نبرز دوره أكثر في المجتمع. نعم. يعني المثقف كفاعل في مجتمعه. نعم. يساعد ويدعم. نعم. بطريقته. نعم. الخاصة من خلال كتبه. نعم. من خلال الندوات التي يقدمها. هكذا كانت الفكرة. وأمس يعني استضفنا الشاعرة والروائية ربيعة جلطي. نحييها وقلها كل سنة أستاذة أنت بخير وبصحة وعافية. نعم، الندوة نظمت بالتعاون بالتنسيق مع إدارة المسرح عبد القادر علولة. نعم. بوهران وبمساهمة جمعية وحي المثقفين وسط جمهور غفير. نعم. ما شاء الله جاءوا جمهور جميل جميل وأجواء يعني يحبوا كانت الكلمة رائعة. صحيح. ويحب لغة الضاد. وكذلك نشكر من أدار الجلسة الوزير السابق للثقافة والأستاذ كذلك الدكتور والباحث. نعم. والباحث. نعم. محمد عبو نحييه كذلك. نعم. نعم. الذي نشط الجلسة وشرفنا بحضوره. نعم. المميز في ندوة المثقف وبحضور الشاعرة والروائية ربيعة جلطي انه ربيعة تبرعت يعني بعائدات. نعم. او خصصت عائدة البيع بالتوقيع من اجل تجهيز مكتبة وتهيئة مكتبة، وهي مكتبة مركز الثقافي ابن محرز الوهراني. نعم. وعد الشخصيات الوهرانية البارزة. نعم. المكتبة بوسط مدينة وهران، واشترطت ان يشرف على المكتبة عدد من الشباب. نعم. يعني ربيعة اختارت أن يكون مشروعها الإنساني بين أيدي الشباب. نعم. حتى يكون فضاء هاما للمثقفين. نعم. والمبدعين وخاصة الشباب. لما يكون ربما نقول كما يقول ربما دعم المكتبة. أكيد. بالكتب، لأننا يجب أن نعيد أو لأنه المثقف هذا هو مهمته ورسالته أنه خاصة الروائي أو الشاعر. أكيد. إعادة ربما لأننا خاصة إحنا الجيل اللي راهو جاي. يعني المقروئية. صحيح. يعني نغرس المقروئية، إحنا رانا نشوفه مع يعني التواصل الاجتماعي مع الفيسبوك لهذاك. الناس انعزلت أو ابتعدت عن الكتاب. أقول لك لا معليش نقراها في الصفحات. أكيد. ما كاش أحسن أنك تحكم يعني كتاب وأنك تطالع في الكتاب. أكيد. لأنه سحر عنده خاص. نعم. سحر ورائحة الكتاب شيء آخر. صحيح. ويحملك إلى عالم يعني جميل. صحيح. فيجب يعني المثقف، أنا نشكر السيدة الدكتورة ربيعة جلطي على هذه الفكرة اللي يعني تبنتها، وهذا المشروع مشروع كبير، ويعني إحنا نقول ربما لازم له التفاتة وتغطية كبيرة. يعني ندعو كل يعني دكاترة ولا الكتاب الشعراء إلى ربما نأخذها هي كمثل. نعم. صح. ان اكزامبل ونقتدي به، يعني يقتدى به جميع الكتاب والشعراء، لما لا ربما كذلك نروحوا ندعموا في مكتبات اخرى في عده مكاتب. صحيح. نعم. صحيح.
نعم. هذا يدخل طبعا فايزة كما تفضلت يدخل في إطار تعزيز المقروئية في نعم. بلادنا نعم. كما قلت نحن اليوم في عصر العولمة، عصر مواقع التواصل نعم. الاجتماعي، للأسف الشباب ابتعدوا كثيرا نعم. لا نعم. نقول قليلا، ابتعدوا كثيرا نعم. عن الكتاب نعم. عن المطالعة، يعني كل شيء متوفر في مواقع التواصل الاجتماعي نعم. علينا أن نكون حذرين في هذه النقطة نعم. وعلينا أن نعمل وبجهد كبير نعم. ونعمل بجد أيضا حتى نعيد نعيد الاعتبار للمقروئية نعم. ونعيد الشاب أو نعيد القراء إلى المكتبات نعم. يعني هذا العزوف نتمنى أن نتفاداه نعم. خصوصا لقد حولت الكثير يعني من المكتبات إلى مطاعم نعم. ومحلات فاست كنت فود نقولها مؤخرا المكتبة بيع الكتب نتأسف كثيرا أكيد. مكتبة عبد القادر علولة المتواجدة هنا في يعني في في وسط المدينة نعم في الصومال، يعني لقيت صاحبها رحت أنا حتى وجدته راح داير في الإعلان في صفحة الفيسبوك ومشيت، يعني للأسف راح يغلق غلقت للأسف خلاص. للأسف يعني ما كنت الكتب يعني يعني لازم استراتيجي وعلى اسم عبد القادر علولة يعني لازمنا يعني لازم دعم هذه المكتبات حتى لا تغلق وحتى الكتاب يبقى دائما هو خير جليس. صحيح فايزة، لهذا فكرنا في إعادة الاعتبار لمكتبة ابن محز الوهراني التي تعد من أعرق وأقدم مكتبات بوهران نعم. وفقط للعلم أنه بالمكتب بجانب المكتبة توجد قاعة يعني كبيرة جدا، قررنا أيضا أننا نقوم بتهيئتها وتجهيزها حتى نفتح مقهى ثقافي نعم. وأدبي بولاية نعم. وهران نعم. حتى يكون فضاء للمبدعين الشباب في كل كما المجالات كما كان سابقا. نتمناه أن يعود بقصر نعم. الثقافة وربما سمي الآن دار الثقافة، سابقا قصر الثقافة والفنون كان عندنا، وإن كان الأستاذ الدكتور أمين الزاوي مدير القصر، فكانت عندنا هناك نادي الإبداع الأدبي، كانت أكيد. مكتبة، كان مقهى أدبي، كان نعم يجمع الشعراء والكتاب وأسماء كبيرة جدا سواء كانت من الداخل يعني الوطن أو خارج الوطن. نتمنى تلك الأيام تعود، حتى كانت في المرحلة الصعبة ربما هي التسعينات، ولكن كانت يعني كما نقولوا اللحمة، وكانت يعني الإبداع، وكان زمن جميل جدا نعم. زمن ما كانش أجمل منه. السيدة يعني بخاري علياء، واش تقولي يعني احنا نقول سنوات في العمل الصحفي كذلك في الجمعية بمناسبة عيد المرأة، أتمنى عيد سعيد لك فايزة. شكرا. عيد سعيد شكرا. لكل نساء الجزائر، النساء طموحات مثقفات نعم. أدعو أتمنى من المرأة الجزائرية أن تكون قوية دائما نعم. طموحة نعم. أن تقدم ما يمكن تقديمه من جهد، أن تبذل وسعها حتى ولصالح المجتمع أكيد، حتى أن تبدع نعم. أن تتألق نعم. أن تظهر نعم. أن لا تقول تعبت نعم. أن تقدم الأكثر، أن تكون فاعلة في مجتمعها نعم. بطريقتها الخاصة. والمرأة الجزائرية معروف عنها أنها يعني إحنا عندنا في بلادنا نساء جزائريات ما شاء الله مختصة نعم. في عدة مجالات نعم. ليس فقط في الثقافة، في الفن، في الثقافة، في الطبخ، يعني طريقتها الخاصة نعم. تقول أنا هنا نعم. أنا المرأة الجزائرية حاضرة بقوة، أمثل بلدي داخل الوطن وخارج الوطن، لما لا، نحن عندنا أسماء يعني نفتخر نعم. بهم في المحافل الدولية والعربية نعم. عيد سعيد لكل نساء الجزائر لكي. ولكن نعم فايزة لكل النساء الإعلاميات، الزميلات نعم. الإعلاميات نتمنى لهم، إحنا يعني مجالنا صعب جدا نعم. يعني الإعلامية، المرأة الإعلامية متعب. حياتها متعبة، العمل متعب، نتمنى لها يعني المزيد من التوفيق والتألق، نتمنى لك كل النجاح شكراً فايزة والاستمرارية كذلك نعم. وتحقيق بعض المشاريع إن شاء الله نشوفها في الأرض الواقع إن شاء الله. ما أن كما قال حفيد إبراهيم، المرأة هي مدرسة إذا عدتها عدت الشعب طيب أكيد. الأعراق، فيجب أن تكون بنفس هذه الكلمات الجميلة وبنفس أن تكون يعني مسؤولة بمعنى المسؤولية. ربما راح نروح زميلتي أنصار مع مطربة قدمت الكثير والكثير، من منا لا يعرف أغنية الخمرية يما صباح الصغيرة الراحلة صباح الصغيرة رحمها الله. ونعود مع ضيفتي كذلك لنتمم هذا الحوار وهذا اللقاء ضمن طبعا بلاتو بوس كافي. صباح الجزائرية هي فنانة جزائرية ولدت سنة 1952، بدأت مسيرتها الفنية وهي لا تتجاوز سن 15،
تميزت بغناء العديد من الألوان، حيث كان صوتها يتميز بالعذوبة والقوة. اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء بن ثابت، من مواليد مدينة وهران، ومنذ الصغر بدأت تغني لأم كلثوم وصباح. شاركت في الحفلات المدرسية ونالت الاستحسان لصوتها الجميل وموهبتها في الغناء. وعندما قدمت أغنية أنا إلا بشر في سنة 1967 إحدى أجمل الأغاني المطرب عبد الوهاب الدكالي، تنبأ لها كثيرون بالنجومية والشهرة في عالم الغناء. وهكذا بدأت رحلة الغناء. عرفت صباح الجزائرية بأغنية يا الخمري، هذه الأغنية التي صفق لها الجمهور الوهراني والجزائري. شجعها الفنانان بلاوي الهواري وأحمد وهبي للولوج إلى الساحة الفنية، وهي ابنة الكورال المدرسي، فكان ذلك مع الراحل عمر البرناوي المعروف بكتابته لأغنية رحلة الحب ليكتب لها أغنيته الشهيرة يا عمري. كما تعاملت أيضا مع الملحن والموسيقي الهاشمي حفيان لتلتحق بعدها وبالضبط في بداية سنوات السبعينيات بالمسرح الجهوي بوهران. وبعد التحاقها بالمسرح الجهوي لوهران شاركت كممثلة في عدد من المسرحيات التي قدمتها الفرقة الوهرانية، مثل إدي ولا خلي والأمخاخ والمغرور التي قدمت للمرة الأولى بالمسرح الجهوي لعنابة. لكن يبدو أن المسرح لم يرضي طموحها، فجذبتها أضواء السينما حيث شاركت في بطولة فيلم صمت الرماد وأيضا فيلم المصير وبعض الأعمال الأخرى، لكن حنينها إلى الغناء جعلها تبتعد عما سواه لتعود إلى عشقها الأول. وغنت في عدد من دول المغرب العربي، وشاركت ضمن الأسابيع الثقافية الجزائرية في عدد من الدول العربية ومن بينها الكويت، وحققت بعد ذلك شهرة عربية. سهمك جرحني وغرامك. تعرضت للمرض في السنوات الأخيرة من عمرها، وبعد عدة سنوات من الكفاح ضد المرض وعدة أشهر من العلاج الكيميائي، انتقلت الفنانة صباح الجزائرية سنة 2005 إلى جوار ربها عن عمر يناهز 53 سنة. ستبقين يا صباح الجزائرية جوهرة الغرب وسلطانة الطرب. مشاهدينا الأعزاء، كما ذكرت آنفا طبعا أستقبل ضيفتي المطربة وهيبة جعلاب. نرحب بك وهيبة، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخت فايزة، ونشكرك على الاستضافة. العفو. ونشكر تاني التقنيين منهم المخرج عمر، وإن شاء الله تكوني بخير وعلى خير إن شاء الله. وكل سنة وأنت بخير وهيبة. إن شاء الله راكي ريحتي شوية، يعني ربما فات عليك مرحلة صعبة بزاف، لو هي ربما أصبتي مرض السرطان، عفانا وعفى كل المشاهدين الأعزاء من هذا المرض. يعني كيفاش وهيبة، يعني حالة كانت صعبة، مرحلة صعبة كامرأة، كربة بيت، كمطربة كذلك فنانة، واش تقولي؟ يعني نقول يعني فوت يعني مأساة مع هذا المرض. صح، الحمد لله، يعني كان عندي القوة وكان عندي الشجاعة. نعم. وانا زعما كنت نرد المورال تاعي وكا،
خاطش على انسان يشد في الله. نعم اولا هذا هو خاطش ربي سبحانه يبتلينا. نعم. والحمد لله وان شاء الله ربي يشافي كاع المرضى السرطان. نعم. الحمد نعم. لله الحمد لله. نعم كان صعيب ربما على نفسية وهيبة الأول مرة من عرفت بلي أنها راهي فيها مرض السرطان. نعم. نعم. يعني نعم. يعني ما كما قال لك ماشي ما تقبلتش يعني هذا صور حربي صح من بعد صح. الحمد لله نعم. تقبلت ودرك ظنك عاد في جانب نعم. وهبه ربما يواسيها ربما يعطيها واحد الدعم على الاقل معنوي كاين ما كانش فما عليش كما قال لك الحمد لله الناس كما قال لك الانسان يشكي لله سبحانه والرزق هو الله سبحانه ربما انا شفت واحد الاصدقاء ربما فنانين جاوا عند وهبه على طريق الصفحات الفيسبوك جاوا زاروك في المومو هذاك ذاك الوقت هذاك كنت مرة جا زارني يعني الاخ مختار كوكو هذاك نعم. يعني جمعية نعم أكام احنا نشكرهم واه معليش كما قال لك الواجب من غير أكام يعني نعم. ما كانش التفاتة ما كانش احنا نتمنى لك الشفاء وهبة ونتمنى لك انك يعني رجعتي يعني مع يعني تدريبات في الكونسرفاتوار احمد وهبي مع شفت يعني باية. نعم مع يعني مطربات يعني عبير خديجة نعم كلهم احنا من خلال كنتي ومن خلال كل المشاهدين نطلبوا لك اولا الشفاء ونطلبوا الشفاء كل مرضانا وهبة ليس بالسهل والامر الهين عندما امراه تعرف روحها بانها مصابه بسرطان وانها تقاوم وتصارع وهو في نفس حد ذاته يعني جهاد يعني الان الحمد لله التحقتي رجعتي للوسط الفني واش تقدري تقول الاحساس تاعك كنت رجعتي مره ثانيه يعني وشفتي الزملاء وشفتي الفنانين ما نكذبش عليك انا نحب الفن وبزاف ما نقدرش نستغنى عنه يعني بصح راني نكافح انا نطلب زعما ما ينسوناش الثقافه يتفكرونا هذه هي اللي نقولها خاصه انت تحتاجي اكثر دعم يعني مش مطلقة. فقط يعني راح تغني ولكن اكثر دعم لانك راكي مريضه وراكي مازلتي راكي تعالجي نعم فانت تحتاجي اكثر التفاته يعني وتحتاجي حتى الدعم المادي مش فقط المعنوي احنا من خلال هذا نوجه ربما يعني صوتنا يسمع ان شاء الله ورساله الكل يعني اللي في الثقافه يعني اللي لديهم القرار كما يقول الواحد انهم يساعدوا المطربة تاعنا وهبة ماديا ومعنويا إن شاء الله وهبة راح نسمع ربما أغنية مختارة تفضلي واش جبتي لنا أكابيلا يعني أنا يعني نحب العاصمي والذوق الوهراني نعم إن شاء الله نهدي لكم هذه الأغنية من تراث نعم يعني نهيمة غنتها نعم. زيرية نعم. نادية بن يوسف نعم. أنا الوحدانية إن شاء الله ما تكونيش وحدك إحنا رانا معك جميعا إن شاء الله. تفضلي وهبة أنا 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 الوحدانية الوحدانية أنا قللت الوالي عاولوا صدوا عليا وصدوا عليا مالهم مالو مالي انا مالي مالي مالهم مالو مالي انا مالي مالي مالهم مالو مالي هضروا نشروا في الخبر هضروا هيجوا الفكار هضروا نشروا في الخبر هضروا هيجوا الفكار واليوم كي ظهر الحال رجعت لبلادي قلت انا مالي مالي مالهم مالو مالي انا الوحدانية انا قليلت الوالي عاولوا صدوا عليا صدوا عليا مالهم مالو مالي انا مالي مالي مالهم مالو مالي انا مالي مالي مالهم مالي شكرا وهبة هذه الأغنية الجميلة أنا وحدانية وقلت إن شاء الله أتمنى وما تكونيش وحدك رانا كلنا معاك إن شاء الله طبعا راح نتواصل في الحوار وهبة وش هي ربما من طابع الوهراني تحبي الطابع العاصمي عندك يعني تسجيلات أغاني جديدة ما عنديش الأغاني جديدة بصح إن شاء الله عن قريب إن شاء الله
ان شاء الله مور رمضان ان شاء الله. ان شاء الله دخلي الاستديو هيبه نعم نسجل. نعم شكون كتب الكلمات اللي تعاملي معاهم والملحنين؟ يعني كنت كاتب مع بنت اختي بمعزة زينب كتعاوني في الكلمات والتلحين. نحييها بالمناسبه نقولوا عيد المرأة. اللي بمعزة زينب نقولها كل سنه وانت بخير تفضلي. ان شاء الله. وكانت معنا ثاني الاخت جميله مادوري اللي بوها فنان نعم ثاني تعاوني هي نعم. وزعمك وكل يوم زعمك في المجال نعم الفني. طيب وهيبة أنت كفنانة يعني صوت جميل وكمرأة يعني المرأة دائما مناضلة مجاهدة مجتمع مش سهل يعني كيفاش تحس روحها وهيبة؟ المرأة تحس روحها يعني بجانب يليق الناس تساندها فوالا إنسان يكون هل تحتاج دائما للمساعدة الى السند ربما؟ نعم نعم المرأة نعم. ما يلقلهاش تكون وحدها هذه نعم لان ربما الدنيا صعيبة والمجتمع صعيبة كذلك صعيب نعم نعم. واش تقدري تقولي لنا وهبة في هذه في يعني بلاتو بوست كافي واش هي امنياتك واش هي احلامك واش هي؟ نتمنى لكم نتمنى لك الاخت فايزة عيد سعيد كل عام وانت بخير ان شاء الله وكاع نساء الجزائريات داخل الوطن وخارج الوطن وان شاء الله ربي يرفد علينا هذا الوباء ان شاء الله ويرفد علينا هذا البلاء ثاني وتحيه للجزائر ان شاء الله وربي ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله ويشفي جميع مرضانا يشفي جميع مرضانا وان شاء الله ثاني يعطونا سكنه ان شاء الله هذاك ما رانا نقراو ان شاء الله ان شاء الله لما لا نعم ونداء لكل الفنانين احنا تعملوا يعني نعم هي تكون معاناه المرض ومعاناه يعني ازمه سكن شيء زعما صعب كبير ان شاء الله ربي يفرج على كل واحد يا ربي. هكذا مشاهدينا الاعزاء راح كذلك الاغنيه اللي جبتيها لنا اللي راح نسمعوها وراح نستمتع ونمتع او تمتعينا من خلال هذه يعني الجلسه تاعنا لكل المشاهدين. الاغنيه اللي جبتها وهي فات اللي فات يعني من للمطرب الكبير الراحل احمد وهبي الله يرحمه. نعم تفضلي نستمع وإياكم مشاهدينا الأعزاء على فات اللي فات. نقول لكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى الملتقى في عدد آخر من بلاتو بوست كافي. نشكر كل التقنيين طبعا حسين كذلك الصوفي وكذلك وشريف ومن توقيع المخرج عمر بنور. نلتقي بكم الأسبوع القادم يوم الخميس المقبل إن شاء الله. تفضلي وهيبة. فات اللي فات واللي فات مات والذكريات انسيها ومحيها. فات اللي فات فات اللي فات واللي فات مات والذكريات انسيها ومحيها. فات اللي فات واش من فايدة لما نذكر هي بعيدة أحلام الصور. فات اللي فات ديك الملقى جنب البير ديك الملقى جنب البير ديك الثقة ديك الثقة حيرة الغير واللي فات مات. فات اللي فات فات اللي فات واللي فات مات والذكريات انسيها ومحيها. فات اللي فات